اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج راديو عنان. ولو اول مرة بتشوفني انا بتكلم في الاخبار بصفة عامة، فياريت تعملي فولو على الفيسبوك واشتراك على اليوتيوب ولايك وكومنت وشير عشان يوصلك كل جديد من الاخبار. وفي الاخبار المحلية، قال المستشار دكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الأحد إن القاهرة تستضيف اليوم 17 مارس 2024 قمة مصرية أوروبية ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة. وأوضح المتحدث الرسمي في بيان اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل بأسر الاتحادية كل من رئيسة مفوضة الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة. وستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي. كمان تاني خبر معانا، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من 60 شهيد خلال 24 ساعة الماضية يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي. وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعت جمهورية مصر العربية إسرائيل إلى الامتثال لمسؤوليتها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع. كما جددت مصر التحذير من مخاطر القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبر أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء ويعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت مصر مطالبها للأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بالاطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع. ودلوقتي للأخبار العربية والعالمية. قال تقرير بموقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه بعد مرور عشرات الأشهر على أزمة في السودان، هناك أكثر من 108 ألف امرأة حامل تكافح من أجل الحصول على الدعم الطبي الذي تحتاجه، لافتا إلى أنه في المناطق المتضررة من النزاع تم إغلاق ثلثي المستشفيات يعني 67%، وتوقفت العديد من مستشفيات الولادة عن العمل. ووفق التقرير الدولي أنه في شمال دارفور استقر العديد من النازحين وتواجه النساء والأطفال خطرا إضافيا يمتثل في الإصابة بالأمراض المنقولة بالمية نتيجة لانقطاع إمدادات المية بسبب الأزمة. ومن جانبها تقول منظمة الإغاثة الدولية أن سوء التغذية منتشر، حيث أبلغت العديد من الأسر عن أعراض مثل توقف النمو بين الأطفال في مجتمعاتهم، وتشمل الأسباب المقدمة لتفسير صعوبة الوصول إلى الغذاء نقص الأموال وانعدام الأمن الناجم عن الصراع وعدم توفر الغذاء في الأسواق وارتفاع الأسعار. وإلى الأخبار الفنية، كشف الفنان العالمي ويل سميث عن طريقة تربيته الأبناء وأشار إلى أنه يهتم دائما بجميع التفاصيل التي تخص أبنائه،
وما زال يهتم بتربيتهم حتى الآن. وقال خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيك تايم فيما يخص أبنائي أصغرهم 23 سنة وما زلت أربيهم، ظننت بأنني سأنتهي من التربية لما يوصلوا عمر 21، لكنها بدأت للتو. وأضاف الأبناء والعلاقات التي يخوضونها، وأكبر أبنائي بلغ 31 من عمره للتو، فعلاقتهم أصبحت جدية أكثر وبيحتاجوا للنصايح والمساعدة أكتر من أي وقت فات. وتابع من الأمور المهمة اللي ساعدتني كتير في تربية أبنائي هو القرآن، هي استيعاب أن كل روح مسؤولة عن تطوير نفسها، لذا فإن هذا المفهوم هو مفهوم قوي بالنسبة لي. أنا موجود لمساعدة أبنائي ودائما أحرص على أن أكون شريكا في حياتهم، ولكني لست مسؤولا عن حياتهم. كمان اتكلمت الفنانة مها أحمد عن خلافتها مع الفنان فادي خفاجة واللي وصلت للمحاكم والقضايا بينهم خلال الفترة اللي فاتت. وقالت مع أحمد خلال لقائها ببرنامج أسرار على النهار، فادي خفاجة حسدني وما زال حسدني، حقي هاخده بالقانون، ورفعت عليه 4 دعاوي قضائية منها سب وقصف وانتهاك خصوصية وتحرش على مستوى السوشيال ميديا، وجوزي رفع عليه قضية لأنه جاب سيرته. وكملت كلامها، هكسب القضية وأنا مغمضة لأن ده حقي وأنا مردتش عليه في اللايف، والقضاء المصري عادل وحقي هاخده بالقانون قريب جدا. وتابعت، مؤمنة جدا بالحسد وبحب ألبس حاجة زرقاء عشان تحميني من الحسد، وبقرأ قرآن قبل ما اطلع لايف وأثناء اللايف، لأن معظم الفنانين قاعدين بيتفرجوا عليا وبيحسدوني على الريتش بتاعي. كمان انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني والمعروض حاليا ضمن مسلسلات رمضان الحالي 2024. وكتبت خير الله عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نظرا لقيمة وتاريخ الفنان يحيى الفخراني ممكن نعتبر مسلسل عتبات البهجة كأنه لم يكن. مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، جمانة مراد، عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور وآخرون. وبالنسبة لأحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني، بيجسد الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح انفلونسر شهير وبتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي. ولو وصلت لحد هنا ولسه بتسمعني، ما تنسيش الفولو على الفيسبوك والاشتراك أو السبسكرايب على اليوتيوب عشان تشوف الأخبار أول بأول، واللايك والكومنت والشير عشان تشجعني أستمر. وفي الأخبار الرياضية، استقرار الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على حضور قمة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية، واللي المفروض أنها تكون النهاردة الساعة 9، وبما أننا خلينا البرنامج 10:30 علشان صلاة التراويح فهيكون الخبر ده خلاص. وبيأتي حضور جوميز لقمة شباب الزمالك والأهلي حتى يتمكن من مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين وإمكانية الاستعادة بهم في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل، بيستعين إبراهيم صلاح المدير الفني للزمالك مواليد 2003 بمحمد عاطف وأحمد عبد الرحيم إيشو ثنائي الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي بقمة بطولة الجمهورية. ومن ناحية تانية، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تصعيد محمود الشناوي حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2004 للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية. وبيعود محمود الشناوي من حراس المرمى المميزين بقطاع الناشئين في الزمالك ومن مواليد 2004، وتم تصعيده بعد انضمام محمد عواد للمنتخب الأول. وبيستعد الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم 31 الجاري من مارس في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل. وأخيرا حالة الطقس،
الاثنين غدا 18 مارس 2024 امطار متوسطه ورعديه احيانا بنسبه حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري ومدن القناه ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح على كافه الانحاء على فترات متقطعه. والى درجات الحراره العظمى والصغرى على البلاد غدا الاثنين: القاهره والوجه البحري عظمى 22 صغرى 12، السواحل الشماليه عظمى 19 صغرى 11، جنوب سيناء عظمى 24 صغرى 16، شمال الصعيد عظمى 24 صغرى 10، جنوب الصعيد عظمى 28 صغرى 14. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. استنوني في حلقه جديده يوم الاربعاء المقبل، وما ننساش الفولو واللايك والكومنت على الفيسبوك والاشتراك على اليوتيوب عشان تعرف اخر الاخبار باستمرار. كنت معاكم عنان علاء في برنامج راديو عنان.